زائد دبلوم اداره المستشفيات السنه الاولى الترم الثاني، الفكر الاداري المعاصر المحاضره الثانيه. هنكمل ان شاء الله اللي خلصناه في المحاضره الاولانيه. بيئه العمل الحاليه تعامل المعاملين على انهم عناصر، عنصر هام من عناصر التكلفه. يعني ما بقاش المورد البشري ده بنعتبره راس مال، راس مال بشري يجب الاستثمار فيه. منظمات الاعمال ذو الاداء المتميز تتعامل مع العاملين على اساس انهم اصول استراتيجيه، والمديرين في منظمات الاداء المتميز يحرصون على معامله العاملين على انهم اصول استراتيجيه. يعني مش مجرد عماله بس، لا ده هم اصول استراتيجيه. مدير فرد زي وزيك، هو فرد يعمل في المنظمه ويعتبر مسؤول بشكل مباشر عن مسانده ومساعده الاداره في تنشيط ورفع روح العمل بين العاملين في المنظمه من اجل تحقيق معايير الاداء والانجاز عن طريقه. العاملين الذين يتلقون المساعده والمسانده من قبل المديرين هم الذين يقع على عاتقهم القدر الاكبر من تنفيذ المهام الفعليه في المنظمه. مستويات اساسيه للاداره: في الاداره العليا اللي هو مجلس الاداره، نواب مجلس الاداره مسؤولين عن اداء المنظمه ككل او عن الجزء الاعظم في المنظمه، ورسم السياسات العامه. رسم السياسات العامه يعني ايه؟ اللي هي التخطيط الاستراتيجي، الاستراتيجيه بتاعت المنظمه، الرؤيه بتاعت المنظمه، ايه هي الرساله بتاعت المنظمه، ايه هي الغايات الاستراتيجيه بتاعت المنظمه. بننتقل للاداره الوسطى اللي هو المدير التنفيذي، بتقع على عاتقه مسؤوليه الادارات الكبيره او فروع المنظمه، وضع الاهداف وخطط العمل اللي ينفذها المستوى الثالث اللي هو المشرفين وقاده فرق العمل، وذلك مسؤولين عن مجموعات العمل والعماله المباشره. يبقى عندنا ثلاث مستويات الاداريه اللي هي الاداره العليا، الاداره الوسطى، والاداره الدنيا او المشرفين وقاده فرق العمل. الاجتماعات وجدوله العمل، توضيح الاهداف والمهام المطلوبه، تجميع الافكار من اجل تحسين العمل، تقييم الاداء ومشاوره اعضاء الفريق، التوصيه بزياده مرتبات والمهام الجديده، البحث والتطوير والتدريب لاعضاء فريق العمل. من ضمن المسؤوليات بتاع قاده فرق العمل تشجيع وتحفيز فرق العمل من اجل الاداء المتميز، التواصل مع اعضاء فريق العمل بشان اهداف المنظمه وما هو متوقع منهم، التواصل مع الاداره العليا بشان احتياجات الاقسام المختلفه والانجازات التي تم تحقيقها يوصلها للاداره الوسطى، التنسيق مع فرق العمل الاخرى ومسانده الادارات الاخرى في المنظمه. عندنا انواع من المدير: في مديري خط الانتاج، دول المسؤولين في المصانع، مسؤوليه مباشره عن انشطه العمل والتي تؤثر بشكل مباشر على مخرجات المنظمه. في مديري شؤون العاملين، هم مديري الموارد البشريه، يستخدمون خبراتهم الفنيه من اجل تقديم النصح والاستشاره ومسانده جهود العاملين في خطوط الانتاج المختلفه. مدير الوظائف الاداريه، مسؤولين عن وظيفه اداريه واحده من الانشطه الاداريه زي مدير الانتاج، مدير التسويق، المدير المالي، مدير نظم المعلومات، ومدير الموارد البشريه انسوان. مدير العموم، مسؤولين عن مجموعه من الوحدات الاداريه التي تشمل العديد من الوظائف الاداريه. المديرين يقومون بالعمل في منظمات قطاع الاعمال العام والخاص، الانتاجيه والخدميه، الهادفه للربح والغير هادفه للربح. ايه هو الاداء الاداري والمسؤوليات؟ المسؤوليه هي المتطلب الرئيسي لاي فرد يعمل في اي منظمه للرد على استفسارات المسؤولين في المستويات الاداريه الاعلى بخصوص نتائج الأداء المتعلقة بالعمل في تلك المنظمة. المدير الفعال بيشبع مسؤولية الأداء التنظيمي عن طريق مساعدة الآخرين في تحقيق الأداء المتميز في مخرجات منظومة العمل، ويساعد على تحقيق الرضا الوظيفي في محيط العمل لجميع العاملين. هي مؤشر عام للجودة الكلية لخبرات العاملين في مجال العمل وبيئة العمل. مؤشرات جودة مناخ العمل بتشمل الآتي: الأجر العادل، بيئة عمل آمنة سيفتي، وضوح سياسة المسار الوظيفي والترقي والتقدم في العمل، بيوضح للموظف أنت النهارده فين وبعد سنة بتبقى فين وبعد خمس سنين هتبقى فين، اللي هو المسار الوظيفي. حماية حقوق الأفراد، إتاحة الفرصة للتعلم واستخدام واستحداث مهارات جديدة، الفخر والاعتزاز بالعمل في المنظمة اللي هي بنقول عليها اللويالتي، تحس إن أنت فخور إن أنت شغال في المنظمة دي. البيئة العامة لبيئة العمل، مدير الأداء المتميز، بناء علاقات عمل متميزة مع الآخرين، مساعدة الآخرين في تنمية المهارات والقدرات المتعلقة بتحسين الأداء، تشجيع روح فريق العمل والعمل الجماعي، خلق بيئة عمل تعتمد على الأداء المتميز
وتقديم بيئة عمل تسعى إلى إشباع احتياجات العاملين. يعني كان الأول إيه، في رئيس مجلس إدارة بيبقى فوق كده، هو الهرم من فوق وبينزل على الإدارة الوسطى وعلى الإدارة. لا، النهاردة بنتكلم الهدف الأساسي بتاعنا إيه؟ إشباع احتياجات ورغبات وأحلام المستهلكين. اقلب الهرم بقى، القاعدة العريضة بقت فوق اللي هي المستهلك، بتنزل تحت للمستويات الإدارية المختلفة، للإدارة الوسطى والإدارة العليا ولغاية إيه؟ المشرفين. فتعال نبص، كل فرد في المنظمة يعامل على أنه قيمة مضافة للمنظمة. وظيفة المدير هي مساندة جهود العاملين، المديرين المتميزين يتصفوا بمساعدة ومساندة. تلاقي على القاعدة العريضة بقت فوق بدل ما هي تحت، بقت فوق اللي هو إيه؟ المستهلكين والعملاء المستفيدين، المستفيد الرئيسي لأنشطة المستهلك. بيخدم مين؟ العمالة اللي هي في المستوى الدنيا، إنجاز العمل اللي يشبه احتياجات ورغبات المستهلكين، تقديم الدعم عن طريق المديرين وقادة فرق العمل، مساعدة العمالة في أداء العمل وحل المشكلات. الإدارة العليا بتقدم الدعم كمان، وضوح الرسالة واستراتيجيات المنظمة. إيه هي المراحل الإدارية؟ الإدارة هي مجموعة من الوظائف بتشمل إيه؟ التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، من أجل استخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النتائج والأهداف المرجوة للأداء المتميز. فنقدر نقول كده، الإدارة بتشمل الوظائف الآتية اللي هي التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة. جميع المديرين مسؤولين عن الوظائف الإدارية الأربعة، يعني المدير مسؤول عن التخطيط وعن التنظيم وعن القيادة وعن الرقابة. الوظائف الإدارية مستمرة ومرتبطة ببقاء المنظمة في مجتمع العمل. طالما المنظمة على قيد الحياة يبقى لازم تشمل إيه؟ الأربع. الشكل الآتي بيوضح المراحل الإدارية الأربعة، اللي هي بتبتدي بالتخطيط، وضع معايير الأداء، كيفية تحقيق الأهداف. بننتقل للتنظيم، تصميم العمل والعمالة والموارد اللازمة لإنجاز المهام. بعد كده بننتقل للقيادة، تحفيز العمالة على العمل الجاد وتحقيق الأداء المتميز. آخر حاجة بتبقى الرقابة، قياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تحقيق الأهداف. الإدارة تاني اللي هي التخطيط، الإجراءات الخاصة لتحديد الأهداف وكيفية تقديم الخطوات العملية وخطة العمل لتنفيذ تلك الأهداف. إيه هو التنظيم؟ الإجراءات الخاصة لتحديد المهام وتخصيص المصادر والموارد وتنسيق الأنشطة المختلفة للعاملين وفرق العمل لتطبيق خطة العمل بموضوعية. الاجتماعات وجدولة العمل، توضيح الأهداف والمهام المطلوبة، تجميع الأفكار من أجل تحسين العمل، تقييم الأداء ومشاورة أعضاء الفريق، التوصية بزيادة مرتبات والمهام الجديدة، البحث والتطوير والتدريب لأعضاء فريق العمل. بتاعت الأدوار الإدارية، زي دور العلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية بتشمل العلاقات الإنسانية العاملين داخل وخارج وحدة العمل. لازم يبقى فيه روح فريق العمل، ويبقى فيه علاقات ود ومحبة ما بين كل العاملين في جميع المستويات الإدارية في المنظمة. دايما المنظمات الناجحة إن تبص تلاقي إيه؟ كل العاملين مرتبطين مع بعضهم، مرتبطين مع القيادة العليا، مرتبطين مع القيادة الوسطى، ومرتبطين مع القيادة الإشرافية، المستوى الإشرافي. الدور المعلوماتي تشمل تقديم واستلام وتحليل المعلومات الخاصة بجميع الإدارات في المنظمة من أجل تحقيق خطة العمل المختلفة في المنظمة. اتخاذ القرارات تشمل استخدام المعلومات من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بحل المشكلات في المنظمة واستغلال الفرص المتاحة في البيئة الخدمية. إيه خصائص العمل الإداري؟ المديرين بيعملون لساعات عمل طويلة. يعني مثلا أنت بتشتغل من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2، بتروح خلاص انتهت علاقتك بالعمل. لكن المدير ممكن يبقى قاعد لغايه 5 ل 6. في ظل الازمه اللي احنا فيها دلوقتي، المديرين القاده بتاعنا، زي رئيس الجامعه ومدى الكليات، نواب رئيس الجامعه، الوكلاء الكليه، هتلاقيهم قاعدين لغايه الساعه 1 بالليل في الكليه علشان يديروا الازمه. الوزير يعني بتاع التعليم العالي او بتاع التعليم العام، قاعدين في مكاتبهم بالثلاث اربع ايام من اجل حل الازمه. في ظل الموجة السيول اللي كانت عندنا، واحد زي وزير الري ده ما دخلش بيته بقاله أسبوع علشان يدير أزمة المياه المتدفقة الناتجة عن الأمطار الغزيرة اللي تعرضنا فيها في الأيام اللي فاتت. فإذن المدير ده بيعمل لساعات عمل طويلة جدا، ساعات بتبقى أيام، ساعات بتبقى أسابيع، من أجل تحقيق الهدف العام للمنظمة.
طبعا في على مستوى الدولة بقى، الدولة بقى يعني في ظل الحروب بيقعدوا بالشهور يخططوا، وما بيروحوش يشوفوا أسرهم اللي هي قادة القوات المسلحة، ربنا يبارك لنا فيهم. المديرين يعملون في بيئة عمل مليئة بالتوتر وعدم التأكد، المديرين يقومون بأعمال متنوعة مختلفة، المديرين يعملون مع العديد من بيئات الاتصال المختلفة، المديرين يعملون من خلال شبكات العلاقات الإنسانية والعلاقات العامة. ازاي نصمم الاجنده الاداريه؟ وضع تصور لاولويات المهام لكل عمل يقوم به المدير، يجب ان تشمل الاهداف الخاصه بكل مهمه والخطط طويله المدى والخطط قصيره المدى والزمن المطلوب لكل خطه. علاقات العمل هي الاجراءات المتعلقه ببناء والمحافظه على علاقات ايجابيه مع جميع الافراد اصحاب العلاقه بالعمل سواء داخل المنظمه او خارجها لتسهيل مهام وتنفيذ الاجنده الاداريه، اي بناء جسور وشبكة علاقات عامة مع جميع أطراف الأطراف أصحاب المصلحة اللي هم بنقول عليهم الستيك هولدرز. مطلوبة المهارة معناها إيه؟ هي القدرة على ترجمة المعارف إلى عمل معين ينتج عنه أداء متميز أو مرضي. المهارة الفنية القدرة على تطبيق المهنية المتخصصة في عمل معين أو الخبرة في أداء مهمة محددة، ودي ريكوايرد يعني. المهارات الإنسانية القدرة على العمل بصورة جيدة بالتعاون مع الآخرين. آخر حاجة اللي هي المهارة المعرفية، القدرة على التفكير الإبداعي والتحليلي في حل المشكلات المعقدة في العمل. عندنا شكل هنشوفه دلوقتي للمهارات، عليه نموذج كادز للمهارات الأساسية. زي ما أنت شايف كده في الرسم فوق هتلاقي مدير الإدارة التنفيذية، مدير الإدارة الوسطى، مدير الإدارة العليا. هتلاقي المهارات المعرفية كبيرة جدا عند مديري الإدارات العليا اللي هو رئيس مجلس الإدارة والكلام دوت، وبتقل عند الإدارة التنفيذية. المهارات الإنسانية دي مرتبطة بكل الثلاث مستويات إدارية، اللي هي المهارة الإنسانية القدرة على العمل بصورة جيدة بالتعاون مع الآخرين. الآخر مهارة، المهارة الفنية القدرة على تطبيق المهنية المتخصص في عمل معين أو الخبرة في أداء مهمة محددة. هتلاقيها قليلة عن مديري الإدارة العليا لكن مرتفعة عند مديري الإدارة التنفيذية. الجدارات الإدارية هي المهارة المبنية على استعداد الشخص لتدعيم الأداء المتميز في العمل الإداري. الجدارة الإدارية بتختص بالآتي: التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة، تختص بالأدوار المعلوماتية، العلاقات الإنسانية، اتخاذ القرارات، علاقات العمل، وتصميم الأجهزة. ونجاح العملية الإدارية: نمرة واحد الاتصالات الفعالة اللي هي effective communication، فرق ومجموعات العمل إن احنا نشتغل كفرق عمل، الإدارة الذاتية والقدرة على اتخاذ القرار، القيادة الفعالة، التفكير الإبداعي في حل المشكلات المهنية والاحتراف. اللي هي المهارات والجدارات الإدارية، كل باب بيتناول مجموعة من الجدارات الإدارية. أشوفكم على موجودة في للمحاضرة الأولانية والتانية، إيه هي التحديات اللي بتواجه العمل في البيئة الاقتصادية الجديدة؟ إيه هو شكل مؤسسات العمل في بيئة العمل الجديدة؟ ودي الجزئيتين دول موجودين في المحاضرة الأولانية اللي سجلناها لكم. المحاضرة التانية اللي إحنا بنتكلم فيها دلوقتي، إيه هم المديرين وهو المدور اللي يقومون به؟ ما هو المقصود بالعملية الإدارية؟ كيف يمكن اكتساب المهارات الإدارية الأساسية وتعلم الجدارات؟ ده كله في المحاضرة اللي احنا بنتكلم. اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة القادمة. السلام عليكم.